قبل أن أبدأ الاجتماع أحب أن أعزيكم جميعاً في استشهاد أبنائنا الذين قتلوا في مسبير. الذين لم يحملوا سلاحا مطلقا حسب تعليم دينهم الذي يمنعهم إطلاقا من العنف، وأيضا قد جاءوا من شبرا إلى مسبير مسافة طويلة مكشوفين أمام الناس، لو معهم سلاح لرفضوا. الذين كان عددهم كبيرا، قيل 24 من القتلى وأكثر من 300 من المصابين، وهذا لم يحدث من قبل. وقد نشر في الصحف، استنى يا ابني من الكلب، وقد نشر في الصحف أن تقرير الطبيب الشرعي قال إن الثلثين ماتوا بالرصاص والثلث مات مدهوسا بالعربيات. أولادنا هؤلاء محبوبون لنا ودمهم ليس رخيصا علينا، من محبتهم لله ومن محبة الله لهم سمح أن يسبقونا إلى السماء قبلنا.
ولعلهم الآن ينظرون إلينا من فوق ويصلون من أجلنا. نودعهم جميعا بصلوات جميع الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان الحاضرين معنا، وبصلواتكم جميعا. اهدأوا جميعا. ونحن نعرف تماما أن الله قد رأى كل شيء، وأن الله سيعمل حسب مشيئته الصالحة الطوبوية. أعتذر اليوم عن إجابة باقي الأسئلة، لأن اليوم ليس يوم إجابة أسئلة، وسنبدأ في المحاضرة. وأرجوكم اهدأوا جميعا. أنتم الآن في كنيسة، ويجب أن تحترموا كرامة الكنيسة التي لا يصح فيها هذه الضوضاء. بس كفاية على كده.